حكم نفقة الزوج على الزوجة؟ ونفقة الزوج على الزوجة عندنا ما يكون إلا بعد ما يأخذها إلى بيته. يعني إذا عقد عليها ثم أخذها وجبت النفقة لها، لكن ما دامت عند أهلها ما تمكن منها ولا نفعته، ما جت في البيت ما. فإذا هو تركها عمدا فباستطاعتها أن تقيم عليه دعوة تقول له إما مارس حياة الزوجية الصحيحة وإلا يعني طلق، يفسخ القاضي يفسخها إذا علم المضارة، إذا تبين القاضي المضارة يفسخها.